هذا البرنامج برعاية المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر. السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج عدسة. وياكم أحمد العلي مصور معماري، بناخذكم بجولة لتصوير مبنى البلدية بعمارة الشارقة. بدايات التصوير عندي كانت باستخدام الهواتف الذكية، تصوير مأكولات، مطعم، تصوير مناظر طبيعية. لكن الهاتف الذكي شكل ما يقولون له محدودية، عدسة صغيرة، سنسر صغير أو مستشعر صغير. هني دفعني الموضوع أني أخذ كاميرا. أول كاميرا جاب لي إياها الوالد، وبديت شكل ما يقولون أجرب أنواع التصوير كلها، سواء طبيعة، سواء وجوه، سواء أكل. لكن التصوير المعماري بالنسبة لي كان تحدي. التحدي في التصوير المعماري كان منافسة للشخص بصريح العبارة. شخص حاولت أتواصل معه في وسائل التواصل الاجتماعي، واستفسر منه عن طبيعة التعديل أو كيف الواحد ممكن يطلع بنتاج للتصوير المعماري. فالناس مو مثل بعضها شكل ما يقولون. صدمني برد إن والله هذا التصوير شكل ما يقولون شاق عليك، وأنت مستواك ما يأهلك إنك أنت تصور هالتصوير. فخذته كنوع من التحدي، وسبحان الله التحدي هذا هو اللي خلاني أدخل مجال التصوير المعماري وتصوير الأبيض والأسود بشكل خاص. ومشيت فيه وبديت أخذ دورات، وبديت أشوف ناس في وسائل التواصل الاجتماعي، أتواصل مع ناس ممكن تفيدني. يعني في ناس ممكن تفيدك وفي ناس ممكن تسد الباب فيك، بس هذا مش معناته أن أنا أوقف، لا بالعكس، أحاول أبحث عن المعلومة، منصات التواصل الاجتماعي، اليوتيوب وغيرها شكل ما يقولون معلم مجاني للشخص. أغلب الدروس اللي تعلمتها في منصات التواصل الاجتماعي مجانية، مش شرط أن الواحد يدفع تكلفة على أساس أنه يحصل. وحتى إذا شكل ما يقولون أجبرت في يوم أنك تدفع تكلفة، ترى أنت المستفيد في الأخير. طور من مهاراتك، لا تخلي أي تحدي شكل ما يقولون أو أي صعوبة تكون حاجز أنها توقف طموحك. بالعكس، خذ الحاجز هذا كتحدي لك أنك أنت تطور من مستواك، وأنك تعدي هذا الحاجز بإنجاز أعلى منه.
بالنسبة لمعدات التصوير، عادة في أشخاص يقول لك أنا أحب أجدد معدات التصوير تبعي، أخذ الكاميرا الجديدة أول ما تنزل، أخذ العدسة الجديدة أول ما تنزل. بالنسبة لي من وجهة نظري أن التجديد يكون على حسب الاستخدام، فالكاميرا اللي عندي إذا تلبي احتياجاتي أنا مش محتاج أني أطور، مش محتاج أني أحدث، لأن في التحديث هذا في تكلفة بالنسبة لي، في مصاريف، فهل هالمصاريف ترزق أني أنا أجدد ولا لا؟ فالتحديث بالنسبة لي هل هو مطلب لي في التصوير ولا لا؟ على سبيل المثال أنا أصور معماري، العدسات الواسعة تخدمني في التصوير المعماري، بس في نوع معين من العدسات يطلق عليه اسم تلت شيفت، اللي هي العدسة، ميزة العدسة هذه أن الكاميرا أو جسم الكاميرا يظل ثابت وأنا أتحكم في العدسة أو في الصورة بحيث أني أقدر أرفع العدسة أو أنزل العدسة، فهذه شكل ما يقولون إحدى العدسات اللي خلتني أطور العدة اللي عندي. التحديث اللي سويته أنا هذا مع العدسة سهل لي نوع من أنواع المعالجة اللي هي عدسات التلت شيفت، أو اللي هي العدسة اللي ممكن أنا أقدر أتحكم فيها أني أرفع العدسة أو أنزل العدسة، سهلت علي موضوع الأبعاد. في بعض المرات أني أضطر أروح مكان أصور، لما أصور بالعدسة العادية تطلع الزوايا منحنية، فأضطر وقت المعالجة أني لما أعدل الزوايا هذه يصير عندي اقتصاص جزء بسيط من الصورة، وهذا اقتصاص أنا ما أكون حاطنه في الحسبان لأنه مو بعارف طريقة المعالجة اللي بتطلع. أما مع هالعدسة الصورة اللي تكون موجودة عندي من أول ما أصور لغاية آخر التعديل هي نفس الصورة، لا فيها اقتطاع، لا فيها قص من زوايا الصورة، ومحافظة على الاستقامة في العمد اللي فيها. وطبعا المعالجة باب كبير، في عدة أنواع للمعالجة، بس الأبيض والأسود يجبر الشخص أنه يركز على لونين فقط اللي هم الأبيض وتدرجاته والأسود وتدرجاته. فلما يبتدي الواحد يعالج بالأبيض والأسود ينظر للصورة هذه أو يتخيل الصورة هذه بالشكل النهائي كيف ممكن تطلع الصورة. فأنا أتخيل في المعالجة أول ما أبتدي أشوف الصورة بعد ما أخذها وأخلص، أول شيء أرسم رسم ورقي أو أرسم ديجيتال على الصورة بحيث أني أتخيل إضاءة ساقطة على الصورة مثلا من جهة اليمين، أو إضاءة ساقطة على الصورة من جهة اليسار. بموجب هالإضاءة الساقطة أبتدي ألون الصورة بتدرجات بحيث أن الأماكن اللي تكون قريبة من الإضاءة ماشية مع اللون الأبيض، والأماكن اللي في الظل تكون ماشية مع اللون الأسود. طبعا على أساس أني أنا آخذ الصورة من مرحلة الأبيض أو الألوان لغاية الأبيض والأسود يصير عندي في شيء اسمه اختيار أو سيلكشن في برنامج الفوتوشوب، أضطر أني آخذ كل جزء من الصورة وأجزأ هذا الجزء باختيار وأفصله عن الصورة الأساسية، بعدين أبتدي ألون هذا الجزء بما يتناسب مع فكرة الإضاءة اللي تكلمت عنها. بعد ما أخلص الأجزاء اللي هي اخترتها للصورة، سواء سما، سواء المبنى الرئيسي، سواء الأجزاء الرئيسية في المبنى، أبتدي أفصل المبنى عن الخلفية بحيث أني أظلم الخلفية وأبرز المبنى على أساس أن عين المشاهد للصورة تلقائيا تروح للمبنى. شو ما دون المبنى هذا اخليه في شكل ما يقولون في نقطه سوداء، او ازيد الاضاءه، ازيد الظلمه في الصوره هذه، فتصير عين المشاهد مباشره على المبنى. بعد الانتهاء من الصورة بالشكل النهائي، خلصت من الصورة، أوقف، ما أنشر الصورة، ما أشارك فيها أحد، أخلي الصورة لأن خلاص العين بدأت تتعود على الصورة، أنا صار لي يوم ولا يومين قاعد أشتغل على نفس الصورة، فالعين صارت بالنسبة لها الصورة مألوفة، لا بشوف فيها الأغلاط، لا بشوف فيها شو ما يقولون النقط اللي هي الغبار تبع العدسة أو المشتتات اللي في الصورة، فأضطر أني أخلي الصورة هذه يوم يومين، بعدين أرجع أفتح الصورة من أول وجديد، أشوف الصورة بمنظور ثاني، أشوف شو الأخطاء اللي في الصورة،
شو الأشياء اللي ممكن أنا غفلت عنها وقت التعديل، ممكن بعدها أشارك الصورة مع كذا شخص فاهم في هذا المجال، أقول له عطني رأيك في الصورة، شو تحس إن الصورة ناقصنها، وبالعكس بحصل ممكن شكل ما يقولون رأي أنا ممكن غفلت عنه لأن خلاص أنا تعودت على الصورة، بس الشخص هذا يشوف الصورة من أول مرة بيحس إن إذا فيها غلط، إذا فيها شيء محتاج للتعديل، بيقول لك والله مثلا النقطة هذه فيها سواد بزيادة، النقطة هذه الصورة وايد فاتحة فشاد العين بزيادة، فحاول تضبط الصورة، ومن خلال اللي هي اللي شو ما يقولون الملاحظات اللي حصلها من الشباب أطلع بنتيجة نهائية على الصورة. بعد ما أنتهي من الصورة أبتدي أحط الصورة هاي على منصات التواصل اللي خاصة بالصور، سواء إنستغرام، 500PX، تويتر، على جميع منصات التواصل اللي لي فيها حساب أو متعلقة بالتصوير، أشوف ردود الأفعال، أشوف الآراء، ممكن أحصل حتى على أتيني على اللي هي المحادثات أو المسجات الخاصة ملاحظات من شباب ربع المصورين. فالمنصات التواصل شكل ما يقولون هي اللي تعرف الناس منو أحمد، كيف وصلت، شو طبع أحمد، شو نوع تصوير أحمد. فهي كانت شكل ما يقولون الأرشيف الخاص فيني اللي أنشر فيه الصور وحصل منه ردود أفعال، وبالتالي الناس تعرف شو أحمد وشو نوع مجال تصويره. وكذلك منصات التواصل الاجتماعي شكل ما يقولون أتابع فيها الناس اللي بنفس هذا المجال اللي هو التصوير المعماري، من خلال متابعتي لهالناس طلعت بأفكار، طلعت بمهارات، تعلمت أشياء جديدة، وحتى ممكن أحصل مثلا الناس لهم دورات خاصة في التواصل الاجتماعي ينشر فيه مثلا أسلوبه اللي يستخدمه، فصارت عندي شكل ما يقولون أكثر من طريقة أني أعدل فيها الصورة. قبل كانت عندي طريقة واحدة أعدل فيها الصورة، مشت معاي أوكي الصورة أقدر أطلع فيها شكل ما يقولون أبيض وأسود، ما فلحت هذه الطريقة خلاص وقفت. لكن احتكاكي بمنصات التواصل، تعرفي على الناس اللي هم شكل ما يقولون متابعتي للناس اللي هم يعدلون بالأبيض والأسود، الدورات الخاصة بالأبيض والأسود سجلت فيها، كانت فيها مثل معارض إكسبوجر كانت فيها دورات خاصة بالأبيض والأسود، تعلمت فيها أساليب جديدة في التصوير، أساليب جديدة في التعديل، هي اللي خلتني شكل ما يقولون طورت مستواي، بحيث أني أنا لو ما مشت معي الطريقة الأولى أقدر أعدل الصورة بالطريقة الثانية والثالثة، وممكن أدخل كذا طريقة عشان أطلع بالنتاج نهائي للصورة كاملة. من أهم المحطات اللي مرت علي كمصور رحلة ليوا اللي كانت من تنظيم كل من اتحاد مصورين العرب، جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، جمعية صقور الإمارات. الرحلة كانت عبارة عن تجمع شكل ما يقولون خليجي للمصورين من كل دول الخليج، كنا حوالي تقريباً 188 مصور. فكرة الرحلة أو مضمون الرحلة هو المبيت في منطقة ليوا، تصوير على مدار 3 أيام، ورش على مدار 3 أيام في المكان هذا، وتجمع مصورين تعلمنا فيه أنواع من التصوير، تصوير الطبيعة، تصوير الجمال، التصوير الليلي، احتكينا فيه مع مصورين من دول مجلس التعاون. اليوم هالمصورين شكل ما يقولون صاروا مثل الإخوان على منصات التواصل الاجتماعي، لأن اليوم نحن نتواصل مع بعض، نأخذ آراء بعض في الصور، نتعلم من بعض، نأخذ أفكار من بعض، ودائماً أحرص على المشاركة في المعارض اللي تقام عادةً في التصوير، شو ما كان المحور، بس أركز على المحور المعماري فيها، أحاول أبرز صوري في المعارض هذه، أحاول تكون لي بصمة في المعارض، أشارك بالمعارض شكل ما يقولون سواء مشاركة في المسابقات أو مشاركة لعرض الصور. المعارض تفيد الواحد
في التغذية البصرية، أخذ أفكار من المصورين، احتكاك بمصورين آخرين، تشوف أعمالهم، تأخذ منهم تغذية بصرية، تتعلم أفكار أساليب جديدة في التصوير، تشوف المنظور اللي أنت ما تقدر تشوفه كمصور. شك ما يقولون التصوير هي عين مصور، فأنت تشوف المنظور اللي يشوف منه المصور الآخر، تتعلم من هالمصور كيف خذ هاي الصورة، شو الفكرة اللي ألمت أنه يأخذ هذه الصورة، وتستفيد من هالأفكار في صقل مهاراتك أو في المجال اللي أنت متخصص فيه. بداياتي في المشاركات في المسابقات بكل أنواعها سواء محلية دولية كانت بداية مصور عادي، اللي يأخذ فكرة أنه إذا أنا صورتي ما فازت معناته أن أنا مش مؤهل أو أن أنا ما ارتقيت مستوى المصورين المحترفين، وكان شك ما يقولون يصيبني نوع من الإحباط. لكن مع الأيام تعلمت أن سواء فزت ولا ما فزت، أنت شكل ما يقولون مجرد المشاركة وأنك تأهلت أو أن صورتك تم اختيارها أو حتى أنك أنت ضفت اسمك في قائمة الأشخاص المشاركين في المسابقة يعتبر إنجاز لك، لأنك أنت سعيت حاولت. والتقدير آخر شيء اللي هو بالنسبة للفوز هو رأي محكمين، ما يأثر مفروض على مستقبلك أو على مشوارك في التصوير. هذا البرنامج برعاية المهرجان الدولي للتصوير. التصوير المعماري يبتدي بدراسة المكان، يبتدي بدراسة الظروف البيئية، يبتدي بالتخطيط لدراسة لتصوير المبنى نفسه هذا، بحيث أن أنا أشوف شو الظروف الملائمة لتصوير هذا المبنى. بحكم أن التصوير خارجي فأنا ما أقدر أتحكم بالجو، ما يصير أن أنا أصور في يوم ممطر مثلا، أو أصور أو أخطط لدراسة تصوير في وقت مش مناسب. لازم أشوف إضاءة الشمس من وين، مكان المبنى بالنسبة لإضاءة الشمس، ما يصير أني أنا مثلاً أصور إضاءة مبنى وفي وقت الإضاءة تكون في خلف المبنى، فبصير عندي الجهة المقابلة للمبنى مظلمة، فبتكون عندي صعوبة من صعوبات التصوير. الصعوبات اللي تواجه المصور عادةً الظروف الجوية. أنت بتصور مبنى، المبنى هذا ممكن يكون دائرة حكومية، ممكن يكون مبنى خاص، ممكن يكون مبنى لا خصوصيته، فمن الصعوبات اللي بتواجهها أيضا أنك تحصل التصريح اللازم للتصوير، تتواصل مع الأشخاص اللي ممكن يعطونك التصريح المناسب والوقت المناسب للتصوير، ما تحط نفسك في موقف محرج أنك تصور مبنى وبعدين أن تتعرض لمساءلة قانونية من أصحاب المبنى. ولكن بعد دراسة الموقع والتخطيط المسبق، هذا ترى كله ما يمنع أنك أنت تواجه صعوبات في التصوير. ممكن تروح للمكان الموقع تتفاجئ أن الموقع تحت أعمال صيانة،
ممكن تروح للموقع يصيبك تقلب، يصير تقلب للجو فما تقدر تصور. ممكن تروح للموقع، من أكثر المواقف اللي تصير مع المصورين يوصل لمكان الموقع بعد التخطيط والدراسة وغيره، ممكن يكون ناسي بطارية، ممكن يكون ناسي ميموري، فهاي كلها صعوبات تعرقل التصوير اللي أنت مثلا مخطط له صار له يوم ولا يومين ولا حتى أسبوع. لكن هذا الشيء ما يمنع أنك أنت تستمتع بالرحلة، مش معناته أنك أنت طلعت لرحلة تصوير معناته أنك لازم ترجع بصورة ناجحة. ممكن أنت تكون مهيئ كل الظروف الصحيحة أنك تطلع بعمل ناجح أو بفكرة أنت راسمنها في بالك، لكن الظروف تكون فوق كل حد وما تطلع بالصورة الناجحة. فهذا مش معناته أن أنا أعكر مزاجي وأعكر يومي، بالعكس أستمتع بباقي اليوم ولا كأنه كنت مخطط للتصوير، وأرجع مرة ثانية للموقع وأصور مرة أخرى. كوني ابن من ابناء اماره الشارجه، واماره الشارجه تحفل بانواع مباني كثيره للتصوير المعماري، منها الاسلامي، منها الطراز الحديث، منها طراز معماري جديد خارج عن المالوف. فخلكم ويانا في هالجوله اللي بنصور فيها مبنى البلديه. طبعاً أول صورة اخترتها لتصوير المبنى منتصف المبنى، بحيث أنه يكون المبنى عندي جهة اليمين مطابق لجهة اليسار، نسميه في التصوير عندنا التناظر أو السيمتريك. باخذ في الصورة ثلاث إضاءات على أساس أغطي الإضاءة العالية، الإضاءة المنخفضة والإضاءة الوسط، وبعدها أقدر أستخدم الإضاءات الثلاثة هذه في الدمج ومعالجة الصورة، بحيث أني أطلع بمعلومات في الصورة في الظل وفي الضوء وفي المنطقة اللي هي ما بينهم. بعد ما انتهينا من التصوير الخارجي الحين دخلنا على التصوير الداخلي للمبنى، على اساس نصور الاقواس الداخليه والاعمده وناخذ فيها خطوط قياديه كصور. في الختام أعزائي المشاهدين، أتمنى أكون لو أفدتكم بالقليل من المعلومات اللي عندي في التصوير المعماري، وشكراً لتابعتكم برنامج عدسة، وتابعونا في حلقة جديدة مع مصور إماراتي آخر.
شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.